يسأل ويقول: لي صديق كثير الحلف بالطلاق وهو ليس متزوج، هل عليه شيء؟ لا يجوز للإنسان أن يعود لسانه الحلف بالطلاق حتى ولو لم يكن متزوجا، عليه أن يحلف بالله إذا احتاج إلى الحلف، ويحلف بالله إذا احتاج إلى الحلف. قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، ولا يعود نفسه هذا اللفظ، لأنه ربما إذا تزوج استمر على هذه العادة وهي الحلف بالطلاق، يسبب له ذلك حرجا مع زوجته، وربما يقع عليها الطلاق، وربما تبين منه بسبب تساهله في هذا الأمر. هذا أمر خطير، يحفظ الإنسان لسانه من الترفل بالطلاق إلا عند الحاجة إليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا ليس عليه الحال الآن إلا أن يقلع عن هذه العادة. نعم، ولا تأثير للطلاق لأنه ليس له محل، الحمد لله. ليس له زوجة، الحمد لله، لكن لا يعود لسانه هذا اللفظ. طيب. نعم.